يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تكون الرقية على المرأة إذا ظن أن بها مس، وبما أنها في هذه البلاد غالبا ما يكون الراقي رجلا، فهل يجوز أن يمس الراقي بعض بدنها؟ لا، الرقية ما تحتاج إلى مس، يقرأ وينفث عليها بدون مس، وليس من شرط الرقية أنك تمس المرقي. نعم. يقول فضيلة، وهذا صدرت فيه فتوى، صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة أنه ما يمس المرأة وهو يرقيها، يقرأ عليها بدون مس، لأن هذا فتنة. نعم.